يورينال سيستم. It is هنا تلقون اكو هاي بالسلايدز some information statistic كذا حتى للتذكير، لا يعني ليس الا، لكن هي بيها هواي ديتيلز واحد ضروري يطلع عليها. يورينال بلادر از ذا باج ذات ستور ذا يورين. الكاباسيتي مالتها تتراوح من 200 تقريبا 220 الى 500 سي سي. When it is empty it lies in the lesser pelvis. في حين in the childhood it is one of the abdominal structures. When it is full it may reach the umbilicus. هسه راح نقول هاي شنو معناها. طبعا urinary bladder شكلها تكون هي مو يعني باك صح، بس لكن مو rounded، بيها اكو surfaces، اكو apex، اكو base. فبيها الapex هنا اللي نشوفه اللي يكون anterior، البيس اللي يكون بالخلف، two inferolateral surfaces and superior surface. هنا الانفيرولاترال سيرفيسز حتى راح تقعد تماما وين بالبلبيك كافيتي او الليسر بلبس. The superior surface او superior face of the bladder it is covered with peritoneum. هاي هي البلدر هنا superior surface covered with peritoneum. طبعا بالفيميل يكون البريتونيوم واضح الصوت طلاب تسمعوني؟ اي دكتور واضح تمام. اكو شغله بالبريتونيوم وعلاقته ويا اليورينري بلادر. بالفيميل هاي الصوره مثلا هذا السكشن بالفيميل يغطي السوبيرير سيرفيس اوف ذا يورينري بلادر لكن ما يوصل للجزء الخلفي من عندها، لكن بالميل لا البريتونيوم يوصل لهنا وينزل قليلا بحيث يغطي الجزء العلوي من السيمينال فيزيكلز اللي تكون موجوده بهذا المكان. هذا الفرق هنا بين اليورينري بلادر كفرينج بريتونيوم سوبيرير سيرفيس فروم ميل اند فيميل. السوبيرير سيرفيس فقط هو اللي يغطي لي يغطى بالبريتونيوم. اللاترال سيرفيس اي مين انفيرولاترال والباقي الاجزاء ما يوصلها بريتونيوم. اوكي هاي وحده. اثنين ايش عندي بعد بالنسبه للسوبيرير سيرفيس؟ طبعا موجود هنا الابدومينال فيزرا السيجمويد كولون والسمول انتستين واليوتراس هنا وعلاقته ويا اليورينري بلادر. من هنا الصوره بين الميل والفيميل نشوف هنا الفرق الواضح بالبريتونيال كفرنج. احنا هنا ليش نلح على البريتونيال كفرنج؟ لانه اذا الستركتشر له علاقه بالبريتونيوم وصار بي بيرفوريشن هذا الستركتشر، فممكن اذا صار spillage of material of urine كذا الى داخل اليوريت البريتونيال كافيتي راح يسوي لك مشاكل البريتونيتس الى اخره. زين هنا اكو شغله تخليها ببالك وتنتبهون عليها وتنسالون بيها طبعا مستقبلا هماتين. هسه ايش قلنا؟ احنا قلنا اليورينر بلدر هي pelvic visera. When it is empty, when it is full راح تصير ابدومينال، تصعد للابدومين. اوكي يعني هذه اليورينر بلدر راح تصعد للابدومينال كافيتي. يعني هاي تلقاها وين دول مرات يجوك خاصه الاولد ايج اللي يصير عندهم يورين ريتينشن احتباس الادرار مثلا، راح تنفخ او تكبر اليورينر بلدر تصعد ممكن توصل للامبلايكس، يعني حدها ممكن توصل للامبلايكس. هنا الشغله اللي باليورينري بلادر انه من تصعد من when it is filled with the urinary bladder with the urine راح تصعد هنا ف it will slough the peritoneum from the anterior abdominal wall. يعني هنا صعودها بهذا الاتجاه راح كانما تسلخ البريتونيوم من الانتيريور ابدومينال وول، فتصير بيناتهم، مو البريتونيوم راح يصير بينها وبين الوول. لذلك شو يسوي مرات بالمستشفى؟ شو يسوون؟ يسوون سوبرا بيوبيك بانكتشر، يعني يفوت نيدل هنا مثلا فوق البيوبيك بون فوق السيمفيسز بيوبس يروح على اليورينر بلادر اند هي از
سيف ذات هي ويل نوت انتر ذا بيريتونيال كافيتي. ليش؟ لانه البيريتونيوم انشال من هذا المكان. اوكي، هذا الادفانتج بهذا الاسنت اوف ذا يورينري بلادر وين ات از فولت. هنا شنو هذه الدوغلاس باوتش؟ ريكتو فازيكال اور يوترو او فازيكو يوتراين باوتش. هذه الباوتش اللي يسمونها دوغلاس باوتش اللي هنا، هذا هو المكان اللي اسمه دوغلاس باوتش، باوتش اوف دوغلاس. بالفيميل يصيحوا له فازيكو يوترينا اور يوترو فازيكال، سوري ريكتو يوتراين باوتش. وين الكرسر؟ هذا هو الدوغلاس باوتش، ريكتو يوتراين باوتش. بالميل يصيحوا له ال ريكتو فازيكال باوتش، يعني بين ال يوراينر بلدر وبين الركتم، هنا بين اليوترس وبين الركتم. هنا بالنسبة للفيميل هذه مهمة. ليش مهمة؟ لأنه تكون the most dependent part in the pelvic peritoneum in erect position. شنو يعني؟ يعني تكون أوطأ منطقة بالبريتونيوم في حال الوقوف، في حال الوقوف يعني راح تصير مكان تجمع. إذا شكو فلويد عندك بالبريتونيال كافيتي راح يميل للتجمع بهذا المكان، فلويد باس بلاد إلى آخره. هاي واحد. اثنين، إنه it reach the posterior fornix. posterior fornix طبعا هذا هاي الفاجينا هنا، هذا الجزء يسحب له posterior fornix of the vagina. it is covered by peritoneum. anterior fornix هذه ما مغطاة البريتونيوم، لكن هاي posterior fornix مغطاة. it is covered by peritoneum. شنو يعني؟ يعني مرات اذا مره هي اكو شغلتي، اكو مرات هنا التجمع مال فلويد او باس او الى اخره، يحتاجون يسووا له درينج. مين يسوي له درينج؟ اما من الركتم مثلا اذا كان ميل يسووا له ممكن من الركتم، او من الفيميل ممكن يسووا له من عن طريق البوستيريا فورنكس، يفوتون لهنا ويفوتون مباشره على هذا الدوغلاس باوتش. هاي واحد، هذا ياتروجينيك يعني انت تسوي. في حين مرات يصير اكسيدنتال انتري اوف ذا بيريتونيوم by an experienced unexperienced midwife مثلا او nurse اثناء عمليات الكيوريتاج. ف يعني اثناء عمليات الكيوريتاج مرات من يفوتون هذا الكيوريت، اكو فد يعني فد آلس على الكيوريت اللي ينظفون بها اليوتراس، مرات they miss the internal os. يعني يعبر هذا ما يفوتون عن طريق السيرفكس مال اليوتراس وحتى يروح لليوتراس. فوين يروح؟ هنا يصير هنا تدفع تشوف اكو فد يعني مقاومه نوعا ما. النيرس مثلا تدفع الكيوريت بقوه شويه، هذا ممبرين هو بالحقيقه يعني الوول ماسكولر، صح ماسكولر وول لكن مو بذيش القوه، فيصير perforation بهذه البوستيرا فورنكس. وين تروح الكيوريت؟ تروح على ال دوغلاس باوتش وتسوي لك infection inflammation، تسوي لك peritonitis مرات. لان تعرفون انتو الفاجينا هو the second most dirtiest part in the body. اوكي، هاي المشاكل اللي related للrelation of the peritoneum with the posterior fornix. زين، هنا عندنا البوستيرير
والانفيريور فيس، وعلاقتهم بالنسبة للميل ويا الريكتام ويا الدكتس ديفرنت ويا السيمينال فيزيكلز في الفيميل ويا الفاجينا والسوبرا فاجينال سيرفكس إلى آخره. The inferior, oh, sorry, lateral inferior surface. إلى علاقة وهي ال pubic symphysis وال paravesical space. هسه راح أدخل عليها بعد قليل. ال كولومبازايكي شنو؟ يعني البلادر نيك. اوكي، هنا المصطلحات معظمها هاي اللاتينيه اللي استخدمناها بهاي المحاضره، اللي هي البلادر نيك، اللي هو هذا الجزء من البلادر نيك. له علاقه بالنسبه للميل ويا من؟ ويا البروستاتيك جلاند. نعم، البروستاتيك جلاند قاعده على اليمن، او هي البلادر قاعده على اليمن على البروستيت. بالفيميل، الفيميل هنا ما عندنا بروستيت، فوين صايره؟ صايره على البلفيك فاشيا. زين، الريترو فيزيكال ريترو بيوبيك سبيس، او يسمحوا له كيف اوف ريتزيوس او ريتزيوس سبيس سباتشوم بري فيزيكالي. بري فيزيكالي انتيرير تو، نعم انتيرير تو بلادر او ريترو بيوبيك سبيس. هذا بي بلكسس اوف فينز، اللي هي يسمحوا لها سانتوريني فينوس بلكسس. هاي شويه لها اهميه خاصه يعني بالحقيقه، لانه جزء من عندها تسحب البلاد سب الفينوس درينج من البينس، وجزء من عندها يرتبط ويا من؟ ويا البروستيت، يعني مكانات اذا صار مثلا تيومر الى اخره، قد يكون اذا فينوس سبولج يكون بهذا المكان. اضافه لذلك الفينز موجوده ضمن فاتي كونكتيف تيشو، موجود هنا بهذا المكان. البلدر مثبته بمكانها عن طريق ليجامنتس بالحقيقه، لكن مين اللي هنا البروستيت تلعب في الدور بالميل، تلعب في الدور كبير في تثبيت البلدر بمكانها، اضافه الى البيوبو بازايكال وبيوبو بروستاتيك ليجامنتس بالفيميل والميل. ميديان امبلايكال ليجامنت ان بوث سكسز والريكتو بازايكال ليجامنت، وعندنا اكو المصل اللي هي الريكتو يوريتراليس. هذني مو بذيك القوه قلنا مثل تثبيت البروستيت بالمكان، لذلك احيانا عند الفيميل ممكن يصير يسحولها فازايكوسيل، يعني يصير هطول بالبلدر من مكانها، لانه الليجمنس اللي تثبت بيها مو قويه. هنا اللي تشوفوه بهذه الصوره، هاي هي البلدر، هذا الريمننت اوف ذا رايكوس يسحولها، فالامبريولوجيكال ريمننت موجود، هذا يصعد بالبطن بالانتيرير ابدومينال وول فروم انسايد Raising a peritoneal fold يصيحوا لها الميديان peritoneal fold. بصفها منا ومنا اثنين اكو على lateral side مالتها. هذا الريمنت مات الامبلايكال arteries يصيحوا لهن، يعني they also raise abdominal fold from of peritoneum يصيحوا لهن الميديال امبلايكال fold. اكو اثنين بعد على الصفاح منا ومنا lateral ذني made by the inferior epigastric vessels يصيحولهن ال lateral umbilical fold، راح نشوفهن بصورة أعتقد موجودة هنا بالمحاضرة. هاي الصور التوضيحية لل ligaments إحنا حقيقة ما راح نركز بيها كلش، المسكولاس ليفيتر بروستاتي هذه جزء من ال
muscles of pelvic diaphragm. ال muscles of pelvic diaphragm راح ناخذها ان شاء الله ويا ال male او ال female genital systems. ناخذ ال muscles of pelvic diaphragm، هي المفروض هي muscular بس المكان هناك related اكثر، ان شاء الله ناخذها later. هاي again ليجامنتس، هنا هاي الصورة اللي تكون تعرفوها، لأن هاي مشتركة بين ال abdominal cavity وبين ال البروستات أو ال sorry ال urinary bladder. هنا ال peritoneal fold أنا دا أشوف هسه ال anterior abdominal wall دا أشوفه من الداخل. أوكي، هذا ال anterior abdominal wall I'm looking from inside. دا أشوف هنا جوا هاي ال umbilicus طبعاً. اكو جواها جوا الليفل اوف ذا امبلايكس اكو عندي خمس شو نسميهم بالعربي ما اعرف فولد، فايف فولد موجوده هنا أنا. وفوق الامبلايكس عندي وين فولد اللي فوق الامبلايكس اللي هي هاي الفالسيفورم ليجامنت، هذا اللي جوا الامبلايكس خمسه، واحده بالنص اسمها ميديان، واحده او اثنين على الجانبين اسمها ميديال، واكثر على الجانبين the more extreme هنا يسعلن lateral. الميديان umbilical fold اللي هي هذه منو مسويها؟ it is هسه حكيناها قبل شويه، it is raised by the remnant of the uricus. ال uricus وين متصل؟ من ال umbilicus جاي لي وين؟ جاي لل urinary bladder. هنا نعدي ذن الاثنين اللي هو اللي هن الميديال umbilical folds، من اللي سواهن؟ سواهن وجود remnants of the umbilical arteries. اوكي، نعم obliterated umbilical arteries more lateral وجود ال inferior epigastric vessels. طبعا اذا تتذكرون ال inferior epigastric vessels related لل deep inguinal ring. They are medial boundary on the medial boundaries of the deep inguinal ring. هذه تشوفون هذه هي deep inguinal ring، هذه لأن صارت medial to it. هذني الفولز بين هاي الفولز ش عدي فوساي، هذني مو هاي الفولز بيناتهم أكو هاي فوساي موجودة. طبعا هاي يعني ممكن تكون واضحة على الريال كادافر مثلا، نشوف البولز ذن بينات يعني يكون واضحات، مو فد شيء غامض. زين اكو بيناتين فولز، شو يصيحوا لهن هنا؟ هذه وهذه يصيحوا لها ميديال ولاترال انجونال فوساي، اكو فوساي بين هاي الفولز. هذه اللي هنا شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها سوبرا فازيكال فوسا. هذه يصيحوا لها بارافازايكال فوس. هذن هنا اكو عندي فوساي موجوده، هذه سوبرافازايكال ميديال اند لاترال انجوينال فوساي. جاست ا مينيت بليز.
Sorry for interruption. تسمعوني طلاب؟ واضح الصوت؟ إن شاء الله. يا دكتور واضح. تمام. هسا ننتقل للstructure of urinary bladder. تعرفون يعني هو هذا يعني from histological point of view احنا راح نمر عليه مرور سريع. التونيكا سيروزا اللي هي الخارجية والتونيكا ماسكولاريس اللي هي الانترميديت لاير خلينا نقول وساو ميوكوزا والتونيكا ميوكوزا. تعرفون الابيثيليوم مالت اليورانري بلادر هو فد نوع خاص اسمه الترانزيشنال ابيثيليوم، هذا الميزه مالته انه قابل للديستنشن. البلادر ممكن تكبر اذا تنملي وتصغر من تفرغ. اكو بيها فد منطقه هذه لها فد خصوصيه اللي هي البلادر ترايجون هذا او الترايجونوم فازايكي اللي هو هذا ترايجون اوف ذا بلادر. ليش ترايجون مثلث؟ شنو بي هذا المثلث؟ بي فتحتين مات اليوريتر ذن اللي موجودات هنا فوق ذن التنين وجوا الفتحه مالت اليوريثرا. اوكي بدايه هذه الفتحه مال اليوريثرا اكو فد بروز او ارتفاع يسحول اليوفيولا اوف ذا يوراينر بلادر. هاي ممكن تبين من يسوون سيستوغرام يعني من يسوون تزلوين للمثانة تبين فد مثل السبيس اوكيباينج ليجن بين الفتحات مالت اليوريترا اليوريتر سوري. هنا اكو هذا اللي يصيحوله الانتر يوريتريك وار اكو فد بروز هنا مثل الخط صاير بيناتهم بريدج او ريدج سوري انتر يوريتريك بار يصيحوله. الشغله شنو؟ انه هذا الميوكوزا اللي موجوده هنا طبعا تختلف مو ترانزيشنال ابيثيليوم هاي واحد. هذه هماتين الامبريولوجيكال اوريجين مالتها يختلف وما غير قابله للديستنشن هاي ما تتوسع. هنا الميزه الموجوده باليوريتر انه بي اثناء مسيره اثناء ما يجينا من يمكن هاي بالمحاضره السابقه اثناء ما يجي من الكدني ويلز هنا يفوت بماء بطريق مائل بالوول يصحوا له انتراميورال بارت اوف ذا يوريثر. هذا يفيدك بمن يفيدك من يصير ديستنشن ويصير المصل تتقلص مالتها يعني تنشط قصدي فراح تسد لك اليوريتريك اورفيس حتى ما يصير ريفلكس اوف ذا يورين تو ذا كيدنيز. التونيكا ماسكولاريس اللي هي التروزر مصل هاي احنا يعني لازم نعرف اسم هاي العضلة. زين بعد عندنا هنا أنا. هاي اورينتيشن طبعا اوف ذا مصل اللي موجوده هنا أنا. التونيك سيروز اللي هو البريتونيوم حكينا عنه قبل شويه باسهاب. البلاست سبلاي اوف ذا بلادر عن طريق طبعا السوبيرا والانفيرا فيزايكال ارتري اللي هنا نيجي من مين؟ نيجي من الانترنال اليك. عندنا الاوبتريتر الانفيريا جلوتيال يوتراين فاجينال ارتريز اللي يشاركن ويا بالبلاست سبلاي. بالنسبه للفينوس درينج عندنا اكو البروستاتيك واكو الفازايكال فينز ذني بالمحصله طبعا السويه راح يتحدى بالنسبه للميل اكو البروستاتيك بالفيمال ما عدا بالمحصله النهائيه راح يروح لني وين للانترنال اليك فين. نيرف سبلاي عندنا الباراسيمباتيك والسمباتيك طبعا هي باعتبار هي اوتونوميك سبلاي. بالباراسيمباتيك عن طريق ال S2 to 4 pelvic splanchnic nerves زين اللي هنا يزود عند التروزر مصل. السمباتيك انرفيشن عن طريق ال T11 12 L1 L2 اللي هو واللمبر splanchnic nerves. هاي السوبيرير هايبوغاستريك بلكسس
والهايبوغاستريك نيرز والانفيرير هايبوغاستريك بلكسس، هاي الكونكشن مالت النيرز اللي موجوده هنا. انت بس تطلع عليها، they inhibit the detrusor muscle, innervate the sphincter muscle of the bladder. يعني تسوي ريلاكسيشن للديتروزر مسل وتسد لك السفنكتر. الليمفاتيك درينج عن طريق يعني سمي الكوزل والانتراموسكولار والادفنتيشيا، يروح عند الاكسترنال اليك والانترنال اليك والساكرال عن كمان اليك ليمف نودز. بالنسبة لليورثرا اللي هو الجزء الأخير من اليوراينري سيستم، بال هذا الميل طبعا 15 إلى 20 سي ام، بأكو أجزاء بارس بروستاتيكا اللي هو البروستاتيك بارت، وعندنا الممبرينس بارت والسبونجيوس بارت. البروستاتيك بارت اللي يكون طبعا هو وايد بارت، بداية الممبرينس او السبونجيوس بارت، وعندنا النافيكولار فوسه. النافيكولار فوسه وين الكرسر؟ النافيكولار فوسه اللي هي هنا تكون موجودة نهاية البروستا، نهاية اليورثرا، هذني المكانات المتوسعة. النيروست بارت هي مداخل اليورثرا، اوكي. كذلك الممبرينس يورثرا اللي وين صايره؟ صايره من تعبر اليورثرا اللي بيت ال شو اسمه هذا البلفيك دايفرام، من تعبر البلفيك دايفرام هذا الجزء صحيح الممبرينس بارت، يكون كلش نارو. يعني شنو يعني نرو؟ يعني مكان impact of the stone في حال انه طلعت الستون من البلدر. هاي واحد. وكذلك اخر اليورثرا اللي هي external urethral orifice، هذه اكثر وحده هنا يصير ممكن impaction of the stone، وتجيكم تشوفون هيك حالات يعني الستون توقف هناك بالاخير نهايه اليورثرا. البروستاتيك يورثرا اللي هو الجزء الاول هنا 3 سي ام وايدست بارت بروستاتيك داكتس اجاكولاتاريوس او اجاكولاتر داكشن. يعني هنا اذا نشوف هنا بالبروستاتيك يورثرا طبعا محاطه بمن؟ بالبروستيت. البروستيت ناخذها ويا الجينيتال سيستم، ميل جينيتال سيستم، بها اقسام يعني اكو ناخذها ليتر اون ان شاء الله. هنا اكو عندي اشوف فد مرتفع صاير بالنص اسمه يوريثرال كريست. هذا اليوريثرال كريست بنصه اكو فد جزء اكثر ارتفاعا اللي هو اسمه شنو؟ اسمه الكوليكولوس سيمينال. هذا السيمينال كوليكولوس، بنص السيمينال كوليكولوس اكو منخفض موجود، هذا شو اسمه؟ البروستاتيك يوتريكل او يسحول الفيرو مونتانا. اسمه الفيرو مونتانا يعني شنو؟ يعني لنفرض انه اليوريثرال كريست هي سلسله جبليه بيها جبل بالنص اعلى واحد اللي هو السيمينال كوليكولاس، بهذا الجبل اللي بالنص اكو فوهه بركانيه خلينا نقول اللي هي اسمها البروستاتيك يوتريكل او الفيرو مونتانا. هذا طبعا ريمننت مات الديفلوبمنت مات البروستيت مات الميل جينيتال سيستم. اوكي هنا بالسفح مال هذا الجبل اللي موجود هنا اكو فتحات، اوكي اللي هنا مالات الاجاكولاتوري داكتس. هنا عندنا هذا السهل اللي موجود منا ومنا على ضفتي او جانبي السلسله هذه الارتفاع هذه، هذا البروستاتيك ساينس يصير حوله. اوكي البروستاتيك ساينس شبيه موجود تفتح به داكتس اللي هي بروستاتيك داكتس، واضح؟ هذن اللي موجودات هنا. وراها
هنا راح اشوف هذا هو جزء مال هذا. طبعا اي سيحوله يعني الكلبك دايفرا هذا هنا، هاي عضله اكو موجوده هنا، هاي جلاند موجوده هنا. هذا هو قلنا مكان ضيق يكون هنا، واسع هنا يكون مكان ضيق غير قابل للتوسع. زين يكون قصير عادة اللي هو 2 سي ام شورتست بارت، وهنا الاكسترنال يورترال سفنكتر، هنا عندنا الانترنال يورترال سفنكتر، هذا هو الاكسترنال يورترال سفنكتر طبعا اندر كنترول فولنتري كنترول اللي هو البودندال نيرف. السبونجيوس بارت، سبونجيوس بارت طبعا يكون واسع نوعا ما، لان هو يعني فري نقول. لونجست بارت موجود وين؟ بال كوربس سبونجيوزم اوف ذا بينس بالنسبه للميل، ينتهي بالنافيكولار فوسه اللي هي تكون هنا، هاي هنا النافيكولار فوسه مكان واسع. وراها راح يجينا اللي هو الاكسترنال يورترال اورفيس اللي تكون نارو، اكو هنا تفتح بي يورترال جراند يورترال جلاند سوري. اليورترال جلاند هنا هاي شنو ميزتها؟ تكون اتجاه الاوبننج مالت الدكتس عكس اتجاه اليورين ستريم، اوكي؟ يعني فاتحه كان بالعكس بالاتجاه المعاكس. اي نعم. بالنسبه للفيميل يورثرا، الفيميل يورثرا تكون شورت 3 تو 5 سي ام، لذلك طبعا تكون الالتهابات بالفيميل اكثر من كمان من الميل، خاصه بالاطفال مات اليو تي اي يعني اليورين تراكت انفكشن. بالفيميل تكون اكثر لانه تكون اليورثرا مالتها قصيره. بارس بلبيك بارت وبرينيال بارت، هاي الاجزاء اليورثرا مالتها. الانترنال يورثرال اورفيس اللي هي الانترنال سفنكتر بيرز انتو ذا انتيريور وول اوف ذا فاجينا، طبعا تكون المكان اليورثرا بالفيميل تكون يعني هو بالضبط بيرد ان ذا وول، موجوده داخل يعني صار نايمه بنص الوول انتيريور وول اوف ذا فاجينا. من تخترق اليوروجينيتال دايفرام هناك راح تشكل مثل الميل، راح تشكل لك الاكسترنال يوروترال سفنكتر اللي هو اندر فولنتري كنترول. البلس سبلاي عن طريق اليوروترال والبينايل ارتريز، نجي من البودندال انترنال بودندال ارتري، الانفيريور فازايكل والفاجينال ارتريز، الفين الفينوس درينج للبروستاتيك بالميل، سوري لل internal iliac vein lymphatic drainage لل deep and superficial inguinal lymph nodes. ماكو داعي اسهاب تفاصيل اكثر لانه اليورثرا مو فد مشكله عظيمه يعني هنا بالنسبه لنا. plexus prostatic plexus from pudendal nerve و vesical او pelvic plexus والpudendal nerve هاي بالنسبه للميل، والفيميل nerve supply of the urethra. لهنا انتهينا من اليوراينري بلادر. اكو سؤال عندكم طلاب؟ يعني هنا خلصنا اليوراينري سيستم بالحقيقه. اكو سؤال؟